أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه الفقرة الحوارية من شائعات وحقائق. تفجير الدول من الداخل هي مهمة بالطبع بتسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية وقوى الشر المعادية لمصر عبر نشر الأكاذيب والترويج لها عبر منصتها وميليشياتها الإلكترونية المختلفة. وهو يعني يمكن ظهر جليا في خضم الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية اللي انطلق مؤخرا واللي جمع مختلف أطياف المجتمع ومفكريه، حيث انطلقت الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لمحاولة النيل من شفافية ونزاهة الحوار عبر تشويهه بالأكاذيب. عامة للمزيد من النقاش يسعدني استضافة الكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني خلينا قبل ما ندخل في تفاصيل الحوار المجتمعي وتفاصيل أخرى كثيرة، خليني أبدأ مع حضرتك بشكل عام. حضرتك كيف ترى حرب الشائعات اللي بتمر بها مصر؟ خليني أقول لحضرتك، ربما بعد الحرب العالمية الثانية يعني وهدوء صوت المدافع والطائرات تحولنا إلى ما يسمى بالاحتلال المدني عبر ما يسمى بالحرب النفسية. كانت الحرب النفسية كمصطلح تطلق فقط أيام الحروب، أما الآن فهذه الحرب النفسية في أوقات السلم هي أعلى نغمة وهي أعلى نبرة تكون موجودة حاليا. ربما الدولة المصرية تحديدا تعرضت لمثل هذه الحملة ربما عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وشفنا بعض المنابر الإعلامية اللي كانت موجودة خارج البلاد سواء في لندن او في غيره، لكن ضعف السوشيال ميديا، ما كانش في سوشيال ميديا، ضعف وسائل الاعلام، التكنولوجيا ما كانتش بالشكل الكافي، كل دوت اقل من تاثيرها بشكل كبير. لكن الحقيقه منذ 30 يونيو لكن شفنا حمله شعواء على الدوله المصريه، لاول مره دوله في التاريخ تبث ليها قنوات مناهضه عبر الخارج، دول وأقمار صناعية تستضيف قنوات ووسائل إعلام كل هدفها هو تشويه وإسقاط الدولة المصرية، ربما مش بس الدولة المصرية وأيضا شكل ومفهوم الدولة الوطنية في المنطقة. هذه الهجمات كما طالت مصر طالت السعودية، طالت البحرين، طالت الإمارات، طالت السودان، طالت الجزائر، كل هذه الأمور تجعلنا أمام ما يسمى بحرب تستخدم فيها فنون الإعلام. خليني أقول لحضرتك، إن إحنا درسنا في مادة يمكن دارسي الإعلام بيعرفوها اسمها مادة الرأي العام. مادة الرأي العام دي بتكون قايمة على توجيه الرأي العام. هذه المادة تنظر إلى الجمهور اللي بيشوف الإعلام وتصفه بلفظ القطيع، كيف تتحكم في هذا القطيع. هي المنافسة العالمية الآن بكل التكنولوجيا وكل وسائل الإعلام وكل تطورات المالتي ميديا، الموبايل، السوشيال ميديا، الأقمار الصناعية، التلفزيونات، كل هذه المعركة هي معركة للصراع والسيطرة على العقول. ويمكن دايما الرئيس بيقول أنا مش خايف عليكم من عدو خارجي، أنا خايف عليكم من الداخل، لأن الهدف من هذه المعركة هو تفجير نفسك بنفسك، تفخيخ نفسك بنفسك عبر الداخل. وبالتالي هي دي كانت المعركة الكبيرة، هي معركة الوعي، كيف يكون المواطن واعي وهو بيتعامل مع الحقائق والأخبار المتداولة. هذه الأخبار قد يكون فيها فخ، قد يكون فيها هدف لإسقاط الدولة المصرية. هم الحقيقة بيستخدموا كل ما يسمى بتلوين الأخبار وما يسمى بالدعاية السوداء. هو عايز يسود حياتك، هو بتلاقيه دايما ما يشوفش حاجة إيجابية أبدا في البلد، دايما حتى الخبر الإيجابي ياخدوا يعملوا ما يسمى بعملية تلوين الخبر، ياخدوا من سياقه الأساسي ويضع عليه بعض الأمور ثم يعيد تقديمه ليك مرة أخرى ليشككك أولا في ذاتك، يضعف حالة العزيمة الوطنية، يضعف الحالة المعنوية للشعب، وبالتالي تسقط الدولة. مفيش دولة بتعيش إلا بالأمل، إذا قتل فيك الأمل قتل فيك الدولة، قتل فيك الحلم. هو ده الهدف من الحكاية كلها ببساطة. خليني أقول لحضرتك، يمكن الفترة الأخيرة احنا كل يوم ويمكن جهد مشكور لحضرتك كنت لسه بتعرضيه دلوقتي، الشائعه وتفنيدها، الشائعه وتفنيدها، الشائعه وتفنيدها. ويمكن مجلس دعم واتخاذ القرار، مجلس المعلومات ودعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء بيقوم بجهد يومي واسبوعي وشهري لتفنيد مثل هذه الشائعات والاكاذيب، لكن مش هفضل اجري وراها. في جزء مسؤول عنه المواطن نفسه. المواطن نفسه لابد ان يعي. يمكن الفيلسوف الاسلامي ابن رشد قبل مئات السنين حط قاعدة ذهبية وقال لك اعمال العقل في الخبر. صحيح. يعني لما بسمع خبر لازم اشغل عقلي فيه، هل الخبر ده سليم ولا مش سليم، يعقل ولا ما يعقلش. احنا اتعلمنا كمان في دراستنا للاعلام ان حتى الشائعة لابد عشان تنتشر لابد ان يكون فيها جزء من الصحة وجزء من المصداقية. لكن الواقع الحقيقي اللي احنا كنا بنشوفه في مصر احيانا ان الشائعات بتنتشر تتنافى اصلا مع فكرة العقل والمنطق، ومع هذا نجد لها ارض خصبة لدى الشارع المصري. يبقى هنا المواطن عنده مشكلة. لما يجي لي يقول لي والله ده فيه سمك صيني بلاستيك، طب حضرتك او حضرتك هتسويه ازاي على النار؟ طب حضرتك موجود فين؟ بيتباع فين؟ حد شافه؟ يعني في حاجات اصلا خارج المنطق، ومع هذا تجدي بشكل او باخر
اتجاه لنشر مثل هذه الشائعات، الكليك والشير واللايكس اللي انت حضرتك بتعملها والريتويت دون وعي، ده جزء كبير جدا خطر منه. يعني انا مره لقيت حد مشير خبر وحد باحث سياسي، فاتصلت بيه قلت له حضرتك شفت الخبر ده؟ قال لي لا. قلت له طب انت عارف مصدره؟ لا. طب انت؟ قال لك انا لقيت الناس كلها بتشير فرحت مشيره. فلهذا المستوى المواطن عليه جزء من هذا الوعي. ربة المنزل لما بتخش مطبخها عشان تعمل وصفه او حاجه جديده لنفسها بتبذل مجهود وبتخش على اليوتيوب وبتخش على جوجل وبتعمل سيرش وبتدور على طريقه عمل. اعتقد ان مصر تستحق منها انها قبل ما تعمل الشير والشير والليك واللايك انها كمان تقوم بواجبها بحاجه زي كده. شفنا مثلا في حادثه زي حادثه القطر بتاعت محطه مصر ازاي الاخوان بسرعه اقتطعوا جزء من كلام الاصل منه. صحيح. الاصل منه هو رغبة الدولة المصرية في إصلاح منظومة السكة الحديد، ويمكن الرئيس يتكلم لكنه اقتطع جزء، وهم اقتطعوا جزء وشرموه بسرعة على السوشيال ميديا، وللأسف الشديد الجميع وقع في هذا الفخ والجميع شيروا من غير ما حد يسأل نفسه طب هترمي الفيديو بالكامل بس يكون بعد ايه. فانت بتشتغل للأسف الشديد ان زي ما بيكون الإعلام عليه دور، أجهزة الدولة عليها دور، المواطن عليه دور. وانا بأكد على دور المواطن لان احنا مش هنكون رقيب على كل واحد، بس انت اللي لازم فاهم طبعا ان مصلحة بلدك، اكيد الموجودين في تركيا وفي قطر مش هدفهم صالح مصر. اكيد ان هو مش طالع كل يوم يسود عيشتك وكل يوم يديك كل الاخبار السلبيه حتى لو كانت مفتعله وغير صحيحه. وللاسف الشديد تجد رواج لدى البعض. فهي معركه الوعي هي معركه الدوله المصريه لثبات واستقرار الدوله. صحيح. طيب خلينا ندخل في الموضوع الاخر، وهو الموضوع ربما اللي بيدور عليه الحديث حول فتره، وهو ما يتعلق بالحوار المجتمعي على التعديلات الدستوريه. كان هناك ايضا استهداف من قبل جماعه الاخوان الارهابيه لهذا الحوار، وحاولت انها تشوهه بكل الصور. كيف تابعت يا فندم الموضوع من بدايته؟ خليني اقول لحضرتك احنا كل ما هنقرب من هذه الفكره كل ما تنتشر الشائعات، كل ما تزداد حملات الهجوم على الدوله المصريه. على الرغم ودائما منصتهم الموجوده في قطر وتركيا هي التي كانت ايضا تدعم مثل هذه التعديلات، وتعديلات اعلى كبيره جدا كانت موجوده في تركيا في وقتها. خليني اقول لحضرتك يمكن انا كنت سعيد الحظ وشرفت بدعوتي لهذا الحوار المجتمعي في اول ايام، ويمكن كان يوم الاربعاء الماضي. الحقيقه كان حوارا، انا بنقل بقى كواليس اللي أنا شفتها، يعني يليق بالدولة المصرية مكانة وتاريخ ونخبة. ربما كان حاضر رجال الإعلام والفكر والثقافة وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري ورؤساء الجامعات وممثلي الأزهر والكنيسة. هي ما كنا موجودين شفنا حوار عقلي على أرضية وطنية بشكل كبير. كانت هناك اختلافات ينفي تماما وجود صياغات جاهزة، بالعكس كانت هناك مناقشات عميقه جدا ولحد باسلوب دلوقتي. محترم جدا. يمكن امبارح كمان كان في جلسه اخرى خاصه بالمجالس القوميه، وايضا رجال القضاء. كان هناك حوار على ارضيه وطنيه الهدف منها الصالح العام. كان هناك اتفاق على ان هذا الدستور جاء في توقيت حرج من الدوله المصريه حين انتهينا ليه في الدستور 2014، وان هذه التعديلات هي تعديلات لازمه وضروريه لاستقرار الدوله المصريه. اذا اعتبرنا ان الدستور هو كتالوج اللي بيمشي الدولة المصرية، وبالتالي أن هذا الكتالوج ربما كنا خارجين من أحداث سياسية جعلت كتير من الأطياف السياسية تضع فيه أمور ربما لا تتوافق مع فكر وإدارة الدولة المصرية وشكل الدولة المصرية السياسي والمستقر. أظن أن هذه التعديلات تهدف بشكل كبير جدا إلى تثبيت أركان الدولة المصرية. ربما كان في مقدمتها الأمر الخاص بمدد الرئاسة، ونتحدث بلا مواربة 4 سنوات فترة قليلة جدا. أنت بتتكلمي في 4 سنوات، يعني السنة الرابعة دي هي سنة انتخابات، يعني الدولة بتعمل بكل أجهزتها لمدة 3 سنوات فقط ثم تقف، ثم تعود 3 سنوات ثم تقف. هذا الأمر يعني مجهد جدا للدولة المصرية ومجهد أيضا للناخب. إحنا بنتكلم عن خطط خمسية، فما بالك رئيس الدولة ما بيلحقش. صحيح. كمدة في بقى عمر المشروعات وعمر الخطط الخمسية الموضوعة هذا الأمر بشكل واضح وصريح. هذه التعديلات تهدف شخص بعينه، هذه التعديلات مفتوحة لكل المنافسين. سوف ندخل انتخابات رئاسية قادمة. نعم. هناك مساحة كبيرة من المنافسين عليها، على من يعترض أن يقدم منافسوه. نعم. أستاذ أحمد، أيضا فيما يتعلق بالحوار المجتمعي، يعني في حراك فكري وتشريعي أيضا بالتزامن مع هذا الحوار المجتمعي، كيف بتقيم هذا الحراك؟ خليني اقول لحضرتك يمكن احنا شفنا مساحه من العصف الذهني. كل اللي كانوا موجودين في هذا الامر
كان جاهزا لقراءة مثل هذه التعديلات وفلسفتها ورؤيتها في سبيل استقرار الدولة المصرية. بذل رجال القانون وأساتذة القانون الدستوري ورؤساء الجامعات والسياسيين والشباب والمرأة مختلف نماذج المجتمع المصري تبذل الآن جهدا في قراءة ودراسة مثل هذه التعديلات لإضافة كل ما تعليقاتهم وملاحظاتهم وإضافتهم على هذه الأمور في سياق المواد المقدمة من مجلس النواب الخاصة بالتعديلات الدستورية. ربما خليني أنتقل إلى المادة الخاصة بالقوات المسلحة وحمايتها لمدنية الدولة. حين استدعى الشعب المصري قواته المسلحة في 25 يناير، في أحداث 25 يناير وفي ثورة 30 يونيو، لم يكن ينادي على قوة عسكرية لممارسة السياسة، وإنما لكونها هي القوة والمؤسسة الوطنية القادرة على حماية الوطن ومقدراته. هذه المؤسسة العسكرية هي الضامن الحقيقي للممارسة السياسية والمشاركة السياسية للمواطن. يمكن احنا شفنا القوات المسلحة وهي تحمي مقرات الانتخابات دون توجيه لأي من الناخبين في كل الاستحقاقات السياسية، هي اللي كانت بتقوم بنقل القضاة وتأمينهم، هي اللي كانت بتنقل البطاقات، هي التي كانت تحافظ على نزاهة وحيادية الاستحقاقات السياسية والانتخابية التي جرت في البلاد. وربما كنا لو نرجع لانتخابات 2012 وشفنا عملية منع قسري للناخبين في عدد من المحافظات زي المنيا، لما جرى عمليات منع الناخبين في المنيا من الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. القوات المسلحة هي الحامي للممارسة الديمقراطية طبعا. وإذا اعتبرنا أن الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية هي لب وأساس الدولة المدنية، فهذه المادة واجبة للحفاظ على استقرار الدولة المصرية. طيب أستاذ أحمد، هعود إليك مرة أخرى، ولكن إذا سمحت لي أن أذهب الآن إلى فاصل قصير. بعد هذا الفاصل انتظرونا مرة أخرى في بقية هذا الحوار. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة من شائعات وحقائق، وتحديدا في الفقرة الحوارية اليوم والتي نتحدث فيها عن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية، وأيضا سنتحدث بعد قليل في ما قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقرارات التي اتخذها فيما يتعلق بالمعاشات ومنظومة الأجور. أرحب بك مرة أخرى ضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف. أهلا بحضرتك يا فندم. قبل هذا الفاصل كنا نتحدث عن الحوار المجتمعي والتعديلات الدستورية. ربما يعني على هامش الحوار المجتمعي هناك العديد من الشخصيات ذات الثقل والمصداقية من مختلف التيارات توحدت على أهمية التعديلات الدستورية وفائدتها لمصلحة البلاد. أهمية هذا التوحد يا فندم؟ احنا يا فندم زي ما قلنا احنا كنا في وقتها في دستور الضرورة، نحن الآن وضع أكثر استقرارا كدولة مصرية، نحن انطلقنا من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة انطلاق الدولة المصرية. هذا الأمر ربما قد يحتاج إلى مثل هذه التعديلات. هذا ما استقر في يقين ووجدان الدولة المصرية ممثلة في البرلمان صاحب فكرة التعديلات، وكذلك نخبة الدولة المصرية في أفكار كتير. كل من هو عمل بالعمل السياسي أو العمل التنفيذي يعي جيدا أهمية مثل هذه التعديلات بشكل أو بآخر، استنادا إلى أن هذه التعديلات هي القاعدة انطلاق الدولة المصرية. يمكن في الوقت الحالي احنا كل ما هنقرب وكل ما هنكون اكثر شفافية ووضوح، واحنا بنتكلم دلوقتي فيما ما يسمى بحوار مجتمعي لائق تدعى عليه كافة التيارات السياسية والفكرية للمجتمع المصري في نقاشات جادة ونزيهة، والهدف منها أرضية وطنية بعيدا عن أي تحزبات أو أفكار أو مزايدات سياسية، كل ما ستجدي حملة عنيفة على الدولة المصرية. جزء من هذه الحملة أيضا توجيه الأنظار بعيدا عن الأزمة التي يعيشها الإخوان في تركيا، جزء منها أيضا للفت الأنظار بعيدا عن أزمة أردوغان نفسه داخل تركيا. مفيش دولة في العالم ربما تعرضت لي مثل ما تعرضت له الدولة المصرية. يمكن خليني أقول لحضرتك، يمكن مش سر ان كتير من الاخوان الموجودين في تركيا خلاص استقروا الى ان هم طريق اللا عوده. جزء منهم كمان قيادات الاخوان دلوقتي بتعمل البيزنس بتاعها في المدارس وفي امور خاصه بيهم على امل انها لا عوده، ولكن
كونهم موجودين على الأراضي التركية وكون أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى اللحظة هي جماعة مستخدمة من أجهزة استخبارات أجنبية، فعليها واجب لهد الاستقرار الدولة المصرية. يعني حتى من هم استقروا خلاص مش هيرجعوا تاني، لكن مجبرين بحكم انهم عملاء لاجهزه استخبارات منذ نشاه الجماعه وحتى اليوم ان هم يمارسوا مثل هذه الادوار. وللاسف الشديد بدون وعي بعض العناصر في الداخل تخضع لشباب جماعه الاخوان لمثل هذه الافكار، ويمكن هناك ازمه متفجره بشكل كبير جدا ضد في اجنحه جماعه الاخوان ما بين الداخل والخارج. اللي موجودين في الداخل بيتهموا في الخارج انتوا خلاص نسيتونا وسبتونا ويعني بتلقوا بينا في النار، اللي في الخارج يقول لهم والله احنا مش عارف. الحكايه ان في ازمه كبيره بتواجهها جماعه الاخوان، هي ازمه مفصليه عبر تاريخها مثل هذه الجماعه الارهابيه. ايضا اردوغان يواجه ازمه كبيره في تباطؤ الاقتصاد التركي بشكل كبير، عنده ازمه في انتخابات المحليات نهايه هذا الشهر، تصدع في حزب اردوغان، ازمه سياسيه كبيره مع الولايات المتحده الامريكيه لا تستطيع ان تقوى عليها حكومه اردوغان، وخصوصا مع اصراره على الحصول على صفقه الاس 400 صواريخ الاس 400، وان هناك كلام وحديث كبير من الاداره الامريكيه في توقيع عقوبات ووقف صفقه الطائرات الاف 35 الى تركيا. كل هذه الامور التي تعاني منها تركيا، وربما ايضا لاحظنا الشيزوفرينيا التي يتحدث بها اردوغان حينما كانت يعني يخرج عن النص ويتحدث ويحاول التدخل في الشؤون الخارجيه بالغاء عقوبه الاعدام، ثم جاء بعد حادثه نيوزيلندا ويطالب وقال ندمه عن مثل هذه العقوبة. كذلك أيضا خطابه الطائفي والعنصري والمحرض على القتل بعد حادثة نيوزيلندا، ثم عاد ليلحس مثل هذا الكلام بعد هجوم دولي شديد عليه من أستراليا ونيوزيلندا وأيضا من عدد من الدول الأوروبية. هذه الأزمات التي يعاني منها الخطاب التركي ربما يكون جزء منها تحويل الانتباه بالضغط على الدولة المصرية. لكني أنا أثق في حاجة، المواطن المصري لديه غضة وطنية طبعا، كلما وجد مثل هذه الضغوط وهذه التدخلات وهذه المحاولات، ودايما شوف الإخوان رايحين فين، ولو أنت عملت عكس يبقى أنت الصح. فأنا أزعم أنها مثل هذه الأمور سوف تجعل الغدة الوطنية إعادة إفرازها بشكل كبير لدى المواطن المصري أكثر وعيا أكثر فهما، إلى أن هو النهاردة بيحمي استقراره بيحمي الاستثمارات بيحمي انطلاق الدولة المصرية، هيكون أكثر وعيا وفهما إلى مستلزمات المرحلة المقبلة. يمكن كان إخوان مرة من المرات ساعة افتتاح قناة السويس أطلقوا عليها لفظ التفريعة، بس ما فيش حد سأل نفسه هذا العدد من رؤساء الدول والدول العظمى، يمكن كان موجود أولاند وقتها ما كانش ماكرون، كان موجود فرانسوا أولاند، الناس دي بتضيع وقتها وبيجي هنا في مصر عشان يحضر الاحتفال لمجرد مشروع بسيط ولا مشروع عالمي على هذا المستوى؟ مشروع عالمي. هنا ده أنا بتكلم فيه اعمال العقل في الخبر. يا سيد الفاضل وانت بتشوف اقرا الحكايه دي عامله ازاي. يمكن في زياراتنا في الخارج مع سياده الرئيس اهتمام كبير جدا بمحور اقليم قناه السويس، محور قناه السويس والمنطقه الصناعيه الروسيه، انت بتتكلم عن دوله صاعده وواعده يتسابق عليها دول العالم للاستثمار فيها. يمكن الشهر الجاي مؤتمر خاص في الصين خاص بطريق الحرير، أصبحت مصر هي البوابة الرئيسية لمثل هذا الطريق إلى إفريقيا الممتد من الصين إلى جنوب أفريقيا، مصر هي البوابة ومصر مدعوة ممثلة في رئيسها. هذا الأمر يضفي كثير من الأهمية للدولة المصرية، الصورة عمرها ما كانت سودة بهذا الشكل. أنت بتنطلق وكل ما هتنطلق وكل ما هتتقدم وكل ما بتقدم مشروعات كبيرة صحيح. كل ما هتلاقي الحملة عليك بهذا الشكل. وأنا يعني أنا كمان أزعم أن الدعاء النوع ده من الدعاية السوداء مع الوقت الناس هتزهق منه، لان انت ما بتدينيش اي ورقه امل، الدنيا عمرها ما كانت سودة بالشكل كده. احنا عايشين في الاخر، انا جاي لحضرتك، المصريين في الشوارع، الحياه بسيطه وطبيعيه مش زي ما بتتم تصويرها. استاذ احمد، يعني ايضا بعيدا عن فكره التعديلات الدستوريه او بعيدا عن اي شيء من هذا القبيل، دعنا نسال هنا عن فكره الحوار المجتمعي، يعني حتى بعيدا عن ما يتعلق بالشائعات، كيف تبرز اهميه الحوار المجتمعي يا فندم؟ خليني اقول لحضرتك يمكن دي سنة حميدة، ويمكن ده كان جزء كمان من كواليس الحوار المجتمعي، ان النواب السادة النواب اعضاء مجلس النواب ودكتور علي عبد العال مع الناس اللي حضرت الحوار المجتمعي كانوا سعداء بعملية العصف الذهني للدولة المصرية. مصر فيها خبراء في مجالات كتيرة جدا، ويمكن ده اللي بيدينا برضو الى ما يسمى ب الغرفة الثانية، وده في إطار التعديلات، الغرفة الثانية للبرلمان اللي هو مجلس الشيوخ، باعتباره إن هو كمان بيساعد على تقديم متخصصين
وكوادر في ملفات كبيرة جدا بتساعد المشرع في رؤيته لخروج القوانين بشكل أفضل لصالح الدولة المصرية. هذا الحوار المجتمعي هو عملية ديمقراطية إيجابية للوصول للصالح العام بتوافق. ما فيش إجماع 100% على أي حاجة في الكون، لكن في توافق، في رؤى، في نظرة مستقبلية، في تكامل في الدولة المصرية. هذا الحوار هو أحد مثل هذه الأدوات التي تسعى لها الدولة المصرية حتى يكون هناك توافق جمعي وصولا إلى أمر يرضي الغالبية العظمى من المصريين. نعم، هذا من جانب. دعنا ننتقل بقى إلى نقطة أخرى أستاذ أحمد، وهو التوجيهات اللي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة هيكلة منظومة الأجور والبدء في تطبيقها في يوليو القادم. كيف ترى هذا الإجراء يا فندم؟ 21 مارس 2019 يوم تاريخي في حياة المصريين. بخلاف أن هذا اليوم كان كمان قرار غير متوقع. بخلاف أن هذا اليوم هو اليوم العالمي للسعادة وعيد الأم، وإحنا يعني لفرصة أن إحنا يعني نهني كل أمهاتنا، يعني هذا اليوم انتصر عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري. صحيح، نحن كنا نطالب ما يسمى بدولة العدالة الاجتماعية. هذا هو التطبيق العملي والفعلي بهذه القرارات لمفهوم العدالة الاجتماعية. الرجل انتصر إلى حق أصحاب المعاشات، انتصر إلى حق المصريين في جني سريع للإصلاحات الاقتصادية. أمس هناك تصنيفات متقدمة للاقتصاد المصري بمؤشرات إيجابية بشكل كبير وإشادات دولية بعملية الإصلاح الاقتصادي. فنفس المواطن الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي بمنتهى الشجاعة والجرأة وكان مصير يعني كان دايما محل إشادة من رئيس الجمهورية، هو نفسه الذي يكافئ اليوم من رئيس الجمهورية بهذا القرار. ربما كان الرئيس يرى ينظر إلى أصحاب المعاشات وهذه فكرة العلاوات الخمسة وتوجيهه للحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بسحب الاستشكال في قرار تاريخي وسيادي سوف يحسب كثيرا واقف أمامه التاريخ لعبد الفتاح السيسي لأكثر من 9 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات. صحيح. ردا إلى حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم، أيضا فكرة تحسين هيكل الأجور للموظفين المصريين والمواطن المصري هو أيضا أمر الهدف منه هو حق المواطن في اللي صبر 4-5-6 سنين في عملية إصلاح اقتصادي كانت الأجرأ والأكبر في تاريخ مصر، حان الوقت أنه هو يعني يجني سريعا ثمار هذا الصبر وهذا الجلد وتحمله لصالح الدولة المصرية. هذا القرار سوف نقف أمامه تاريخ. إحنا أمام رئيس إنسان ربما كان بالتزامن أيضا توجيهات سيادته بدفع فلوس للغارمات اللي هم ما قدروش والإفراج عن السجينات منهم. هذا الأمر أنت بتتكلمي عن دولة العدالة الاجتماعية، إذا كان هذا الشعار البراق الذي قد استخدمه البعض سياسيا للمزايدات السياسية، نحن نرى تطبيق عملي للعدالة الاجتماعية في هذه القرارات. نعم، يعني فيما يتعلق بالمواطن، يعني كيف تلقى المواطن هذا القرار؟ أو بمعنى آخر، يعني على المدى الطويل مثل هذه القرارات التي يعني تمس المواطن بشكل كبير، على المدى الطويل ماذا ننتظر منه؟ أو كيف يرى تحركات الدولة لصالحه أستاذ؟ خليني أقول لحضرتك حاجة، يمكن إحنا دايما عندنا بتتصدر لنا صورة كيف يعيش العالم حوالينا، صورة للأسف مش حقيقية. احنا بنسافر كتير مع الست راس بحكم شغلنا، يعني بنشوف ازاي المواطنين بيعيشوا حياة صعبة فيها اقتصاديا بتكون يعني فيها طبعا توفير بشكل كبير جدا. هذه الحياة بعيدا عن الاسراف، يعني انت بتجدي في دول كتيرة جدا ودول متقدمة جدا ودول عظمى حتى اضاءات الشوارع في اضعف حالتها، يعني كانها اباجورات، يعني اعمدة الانارة في دول كتيرة جدا في العالم زي المانيا مثلا كانك ماشي في اباجورة، يعني حتى قدرتك على البصر بالليل بتبقى ضعيفه نتيجه الاضاءه الضعيفه. احنا بنتكلم احنا عايزين نوقف بلدنا، وعشان نوقف بلدنا لازم ثقافات كتير من ثقافاتنا اللي احنا اتعلمناها تتغير لصالح والافضل زي ما العالم كله بيعيش. ما بنقولش ان احنا نقفل على الناس، بالعكس مصر دوله فيها حياه وفيها روح. مصر الدوله الوحيده اللي انت 24 ساعه تقدري تخرجي فيها. مصر الدوله الوحيده اللي انت تشعري فيها بالامان وتقدري تاكلي وتشربي وتتفسحي فيها على مدار اليوم وعلى مدار السنه كلها. يمكن ربنا مدينا مناخ مميز فانت عشان كده كمان، وحاله مزاجيه عند المواطن المصري. لكن في المقابل لابد ثقافه العمل بعيدا عن ثقافه الفهلوه وثقافه الاقتصاد والتوفير. يمكن احنا زمان دلوقتي الوعي زاد عند المصريين، ما تلاقيش بيت في مصر دلوقتي الا ما تلاقي مثلا فيه اللمبات الموفره موجوده في كل بيت. ما تجديش اب او ام وهو خارج من بيتهم الا ما بتاكد ان كل انوار البيت اتطفأت من الاوضه اللي خرج منها. مش بس ده كمان عشان خاطر اقتصادك،
مش بس ده كمان عشان خاطر بلدك، ده كمان عشان خاطر البيئة اللي انت عايش فيها والحفاظ عليها. كل هذه الأمور لابد أن تتغرز مثل هذه الثقافات في التعليم من المدارس. أهم من المناهج التعليمية هي السلوكيات، فبالتالي المواطن عليه جزء من هذا الوعي، البيت عليه دور، الكنيسة، المدرسة، الجامع، كل هذه المؤسسات، الإعلام. ممارسات المصريين لابد من أن تكون قابلة للتغيير وتتواءم مع الفكر العالمي. احنا مش عايشين في أوضة وصالة لوحدينا، احنا جزء من العالم حوالينا، وبالتالي عشان نعيش زي العالم ما هو عايش لابد من احنا نتصرف زي العالم ما بيتصرف. صحيح. طيب ايضا يعني بعيدا عن هذه المواضيع، الموضوع مهم ايضا في هذه الفقره، الفقره الحواريه النهارده، لو عدت مع حضرتك الى موضوع الشائعات. دائما في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك نصائح وتوعيه لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عامه، وطبعا للشباب بصفه خاصه، بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. كيف يمكن تحصين المواطن المصري يا فندم مما ينشر على مواقع التواصل؟ احنا قدام حلين. في حل لجأت لي بعض الدول، الصين كنموذج وإيران، منعت السوشيال ميديا وبدأت تمنع حتى ده حل قاسي جدا، حالة قاسية جدا. أنا مش مع ده، أنا مع رفع وعي المواطن، وأن يكون المواطن بدل ما يكون سلاح في إيد العدو يكون سلاح في إيد الوطن يحافظ على وطنه واستقراره. محدش بقولكش خش على السوشيال ميديا، بس أنت قبل ما بتعمل الشير أو بتعمل لايك أو بتعمل ريتويت لابد أن أنت تكون قاعد مساحة من الوعي، تفهم اللي الهدف من ده إيه. ممكن ستحصل حادثة القطر في لحظة، حالة من الحالة المعنوية السلبية انتشرت في المجتمع المصري، رغم أن مثل هذه الحوادث واردة الحدوث في العالم كله، فيما فيها دول متقدمة زي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والهند ودول كتير جدا، ده وارد، وخصوصا أنها من خطأ بشري. لكن للأسف الشديد بسهولة يتم توجيه الرأي العام وأخذه لمساحات تانية خالص بعيدا عن الحادث، لمجرد شعار المواطن بالإحباط، فقد الثقة في نفسه، زعزعت استقرار الدولة، زعزعت ثقته في دولته وحكومته، حس إن الحياة انتهت بالنسبة له، سود الدنيا في عينيه. مع إن الحياة مش كده، الحياة إحنا كنا أمام خطأ بشري. ممكن يوميها أنا يعني الدولة المصرية كيف عالجت مثل هذا الأمر بشكل احترافي. احنا كنا امام نموذج احترافي في الشكل معالجه الازمات، احنا كنا شفنا رئيس الوزراء والوزراء المعنيين موجودين، الوزير النقل السابق تحمل مسؤوليته السياسيه وقدم استقالته كويس، وكل ده يمكن كمان كان سابق لكشف الملابسات واحنا شفنا ازاي ان كان احد السائقين كان يتعاطى المخدرات وهو كان بسبب خطا بشري، ومع هذا تحملت الدوله المصريه مسؤوليتها. بمجرد القبض على السائق جرى ظهوره على شاشات التلفزيون، جرى عرض الفيديو الخاص مثل هذه العملية، كل هذه الأمور وهذه الشفافية وهذه حسن إدارة معالجة الأزمة ساعد بشكل كبير جدا في وقف هذه الحملة المستهدفة. لكن طبعا احنا شفنا بقى على الجانب الآخر، في ثانية لقينا قنوات الإخوان ازاي بتبث، والمواقع، الأغاني الحزينة، أغاني من فيلم دكان شحاتة بتاعت أحمد سعد، احنا شفنا 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 كل الاستخدامات، شفنا اقتطاع كلام من السيد الرئيس اللي كان بيقول فيه ان انا كنت بدل كان ممكن احط الفلوس في البنك واخد عوائدها، لا انا بحطها اختار ان انا اطور السكة الحديد. هذا الملف مثلا كان مهمل لاكثر من 50-60 سنة. مصر اول دولة في الشرق الاوسط دخلها السكة الحديد، ويمكن اوائل دول العالم ربما كان انشئ عندها السكة الحديد، لكن هذا الكيان وهذا السكة الحديد تعرضت لإهمال شديد على فترات. جزء من الإهمال أيضا سلوك المواطن. أنا مش دايما عايز أرمي الحكاية على الحكومة، لأن إحنا برضو علينا واجب. قبل كده حصلت حوادث نتيجة سلوكيات مواطنين، قبل كده يمكن النهاردة لسه بيتكلموا عن فرض عقوبات وغرامات للي هيلقي قمامة أو مناديل أو في محطات القطارات. إذا كنت أنت أول واحد لابد أن تحافظ على هذا المرفق، لأن أنت اللي بتستخدمه كمواطن. إحنا كدولة مصرية، دولة ناشئة نامية، تعرضنا لأزمات فترات طويلة جدا، ربما كانت أصعبها بعد 25 يناير. ممكن الرئيس قالك احنا بنجتهد دلوقتي بشكل كبير جدا عشان بس نوصل لوضع ما قبل 25 يناير. احنا استنزفنا كتير جدا من ثرواتنا ومن طاقتنا ومن 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 عشان نقف على رجلينا دلوقتي، وبالتالي احنا مش محدش معاه عصايه سحريه، لكن جزء من الحكاية ان احنا بنصلح على ملفات كتير واتجاهات كتير. لو انا جيت دلوقتي خدت من ميزانية التعليم وحطيت في السكة الحديد هيقولك لا،
الاولويه للتعليم. لو جيت سبت التعليم ورحت للتمرين يقول لك لا، الاولويه للسكه الحديد. في الاخر القياده السياسيه حسب ما هو متاح لديها من امكانيات بتحاول، هي بتبقى شايفه بشكل اعم واشمل، الصوره كامله بالنسبه لها، بتتحرك وفق ما لديها من امكانيات. وربما ما جرى خلال الخمس ست سنين يفوق المعجزه في ظل ضعف الامكانيات. ما جرى في مصر من اولا تثبيت اركان الدوله المصريه، هذه العدد من المشروعات القوميه، واصلاح اقتصادي بشكل كبير، انخفاض معدلات البطاله، انخفاض نسبه مديونيه، ارتفاع الناتج القومي، كل هذه الامور، انخفاض الاصدارات، كل هذه الامور انت امام عمليه نجاح حقيقيه. عمليه النجاح الحقيقيه دي تؤرق دول كتير حواليك. انت النهارده بتتكلم عن دوله صاعده، دوله محوريه، دوله عظمى في اقليمها، دوله محوريه على مستوى العالم. الادوار اللي بتقوم بيها مصر على عده ملفات هي الاكبر والابرز. انت النهارده بتقومي على ساحات مصر بشكل مختلف، بتعملي مؤتمرات للشباب، اصبحت نموذج يحتذى به على مستوى العالم، اصبحت الاجنده الخاصه لشباب العالم كلها هي التي ترتبط باجنده مثل هذه المناسبات في مصر. كل هذه يعني هي طبعا بقت مصر في الفئاونه الاخيره محور انتباه الجميع. ده حقيقي، ويمكن احنا بنشوف ده بشكل كبير جدا. يمكن اما بكون مع سيادة الرئيس بره في رحلات كتير، ويمكن دايما بنشوف حجم الاهتمام بالدولة المصرية، حجم الاهتمام بالمشروعات، المشروعات اللي الاخوان وقنواتهم وابواقهم بتهاجمها هي مسار الاهتمام، وهي دائما اللي بتكون على اجندة مباحثات وجلسات الرئيس مع نظراء من زعماء العالم. هم يعوا مثل وأهمية هذه المشروعات بشكل كبير جدا. وبالتالي في الوقت اللي انت بتتكلم فيه، احنا النهاردة بنتكلم في انخفاض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها من سنين طويلة. احنا النهاردة بنتكلم عن احتياطي النقدي وصل لأعلى مستوى ليه عبر تاريخ مصر. احنا النهاردة بنتكلم عن مؤشرات إيجابية خاصة بالاقتصاد المصري بشكل نظرة مستقبلية إيجابية في الوقت اللي دول أكبر منك وأكثر استقرارا بتعاني من ركود اقتصادي، منها على سبيل المثال تركيا. فأنت النهاردة بتتكلمي عن دولة مصرية صاعدة صاحبة أدوار إقليمية بتستعيد دورها ومكانتها في المنطقة. مصر دولة فاعلة. النهاردة بنتكلم عن محور رود الفرج، كوبري المعلق ده، كوبري ده معجزة على فكرة. خليني أقول لحضرتك إن كان في كوبري السلام الواصل بسيناء، كوبري دوت كان منحة من الدولة اليابانية. في الجزء المعلق اللي في الكوبري دوت طلب الجانب الياباني وقتها حين تنفيذه عدم وجود اي من العناصر المصريه عشان ما حدش يتعرف على التكنولوجيا المستخدمه في تركيب هذا الجزء المعلق من الكوبري. الكلام ده مش من سنين طويله يعني. النهارده انت بتعملي محور رود الفرج المعلق 100% ايادي وعقول مصريه. وبتكنولوجيا مصريه وبادوات مصريه وشركات مصريه ومهندسين وعماله مصريه 100%. انت بتتكلمي عن اعرض جسر في العالم فوق نهر النيل. انت النهارده بتتكلمي عن حاجه خرافيه، احنا المصريين في خلال يمكن اشهر قليله هيشوفوا دوت ويبقى متاح للمصريين ان هم يعني يستخدموه كمحور استراتيجي في عمليه النقل وفي طرق النقل للربط قطاعات كبيره من السلوم وصولا الى العريش. انت النهارده بتتكلمي عن دوله كبيره ناهضه فاعله. فخليني اقول لك ان كل دوت طبعا مش هيضايق الاخوان، هيحاول ان هو يشوه دوت. انت كمواطن منين من الحكايه ديت؟ انت جزء عليك مرحله مساله الوعي، الاعلام جزء من الوعي. خلينا اضرب لك مثل. يوم ما حصلت الحادثه بتاعه القطر، انفجار وحريق عادي، بمجرد ان في معدلات يوميه لحوادث الحرائق على مستوى مصر، يعني بيبقى 10 حالات 15 حالة، ده معدل الطبيعي. تفاجئ أن كتير من المواقع الإلكترونية والأخبار أي حريق صغير يروح حاطط بانر لحريق شكله كبير جدا، حريق في مسترط. صحيح. حريق في مسترط. بيخلق حالة من الهلع غير حقيقية. صحيح. هي نفسها نفس المعدلات اليومية الطبيعية. لكن للأسف الشديد بحثا عن ترافيك، بعيدا عن الوعي، محاولات إثارة الهلع لدى المواطن، كل هذه الامور للاسف الشديد برضو لا اعفي نفسي ولا يعني حضراتنا كاعلاميين من الوقوع فيها. طبعا انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا يا فندم. كنت ضيفي اليوم في شائعات وحقائق استاذ احمد باشا رئيس تحرير جريده روز اليوسف. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه. كنت معكم في هذه الحلقه، انا نانسي نور، الى اللقاء.